بركاته التصفيات المزدوجة لنهايات أمم آسيا. كاساس ومنتخبنا يلعب بجلال حسن بحراسة المرمى بالأبيض على يمينك عزيز المشاهد، خط الدفاع حسين علي، ريبن سلاقة، سعد ناطق. 20 الدور الجنوبي تنكاي يونغ غير تماما، أصبح يقدم كرة قدم جميل. حاول الآن راجنا مرة أخرى في الوسط، التمريرة وطالت إلى ثلاث دقائق على النهاية لجوف المباراة الأول، تعادل. تتابع العراقية الرياضية في كل مكان، إذاعة جمهورية العراق وراديو العراقية. لاحظ الكرة الخطيرة، إبعاد المميز ريبن سلاقة، لاحظ خطيرة كان. بعد مجيء طبعا مدرب الكوري الجنوبي شين تاي يونغ غير تماما واصبح يقدم كرة قدم جميلة. حاول الان راجنا مرة اخرى في الوسط، التمريرة وطالت الى ثلاث دقائق على النهاية لجوف المباراة الاول، تعادل. الامين مع علي جاسم، التماس الان احمد يحيى، علي حاول داخل بطاق في الجزاء، ركله جزاء، ركله جزاء، بلنتي او الاضافه. لاحظ لاحظ لاحظ، الله، لا 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 لا، يجوز اوبنر، ركله جزاء، بلنتي. ايمن الهدف عندنا بذكريات، هذا الهدف سجل يونس محمود على المنتخب السعودي بالراسيه وأمم آسيا كانت على أيمن، أيمن، أيمن للعراق، أيمن، أيمن حسين، كل زين لأسود الرافدة. علي قريب مع هرناندو، 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 جول، 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 ثاني، ثاني، ثاني.